شو يا وسمرة؟ شو في خير؟ عم بيقولوا تعليمات ممدوح أفندي. شيء شو السبب؟ ما عرفت؟ قالوا إنه في سجينة هربانة من سجن القلعة. ايوه تعرف عمي طلال؟ كان لازم كنا نروح لعند ممدوح أفندي ونشوف شو الموضوع. يا زعيم ليش مين كان متخيل انه الخبر ينتشر بهالسرعة هي؟ شو هالحكي لك طلال؟ ما سمعت سيادة المقدم أنور قال رح ننشر عناصر الشرطة بكل حارات الشام؟ زعيم انت ليه مزعوج؟ خلاص هاي الشرطة هلا هي بتتولى موضوع على بنتها الحرام. أنا مزعوج لك عمي طلال لأنه كنت ناوي صفي حسابي معها بذات نفسي. وتودي حالك بالتهلك يا زعيم؟ خلاص هاي الشرطة هلا بتتولى موضوعها وهي بتحاسبها وانت قاعد مرتاح. لا معك عمي طلال بس أخ لك أنا خفيت كل مواجهة عن الناس كلها حتى أني حياتها بإيدي. سلامتك من الأخ زعيم بس أنت من يوم يومك الكبير ومستحيل تنزل لهيك مستوى صغار. عمي طالما السيرة انفضحت أنا برأيي نحط الأدوات بالصورة. والله بتعمل زينة العقل يا زعيم. الله يرضى عليك بعد حدا هلا يخبره. أمرك زعيم. بدرو تعال بسرعة. مرة بنادي ممدوح أفندي وكل عضوات الحارب اجتماع السريع حروك. يلا صار. عمي طلال عمي طلال. ايه ابو سمراء. دخيلك ما بتعرف لي مين هي السجينة اللي من عنا من الحارة وهربانة من سجن القلعة؟ هي بنت الحرام لمعات المحتسب. قولي بصلاة محمد. شو رح كذب عليك انا يا ابو سمراء؟ قلت لي لعمي ابو طالب هاي وحدة لعينة ممكن تلعب على مدن وما مالك. اسمعني منيح يا ابو سمرة بدي اياك تدير بالك كتير منيح لانه منخاف لمعاد تعمل لها شكاينة بالحارة. ولي بالحارة كمان؟ لكن مالك شايف الشرطة كيف ناشرة عناصرها هون؟ يا لطيف الطف يا رب بدي اقول لهم لعمي ابو طالب يجيب لي طبنجة. ليك ابو سمرة بدي اياك تفتح لي عيونك 10 على 10 وتعرف كل مين فايت وطالع من الحارة. حاضر. يلا عمي يلا. حاضر عمي طلال حاضر. الحمد لله اللي طلعت هربانة هالبنت الحرام والشرطة هي اللي استلمت موضوعها لأنه كنت متأكد أنه عمي أبو طالب بده يتورط فيها ويقتلها بإيديه. يلا تصبروا على خير يا شباب. أنا الدس الدس كان حلو. شرطة 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 يا شباب. أنا وجود الشرطة لا بالسرطة منهم خير. خير شو في يا أخو؟ أنا هون بأمر من ممدوح أفندي. على عيني براسي أنت ممدوح أفندي ليش هيك مستنفرين؟ لما عاد خالهم هربت من سجن الألعاب. يلا رجع يا ربي. شنو صار؟ نحن هون لحماية أهالي الحارة. الله يعطيك الخير ويكثر خير. يلا يا جماعة كل واحد على بيته. خلينا يلا مو مو الله يرضى عليك مو مو شي ده بالسر. يعطيك العافية يا شباب. لا حول ولا قوة. لا تنسوا الموعد بكرة يا شباب. عم شو القصة؟ ده اللي قدم عمر الطالب. مو بنفسي يا عمي طلال مو بنفسي. برحمة أمهاتك لا تردني. إن شاء الله مجاري الهنا. معقول لك أنا يا زعيم؟ معقول؟ معقول كنت رح تعمل هالعملة وتخلي الناس الدراويش والمساكين اللي مستندين عليك ومحتاجينك يعدوا بدونك ومشان مين ومشان شافة حرمي لابسها السواد وما عندها غير الشر؟ اللي أكل وعم بياكل عصي عمي طلال مو مثل اللي عم بيهدى. وحدة ما تركت حيلة ولا تركت وسيلة ولا تركت باب من أبواب الخسة والندالة إلا واستعملته معي. لك ليك بنتي صالحة شو عملت فيها رغم كل شي عملناه مع صالحة ولهلأ رافقة الجواز. معك حق زعيم معك حق بكل كلمة عم تقولها. ايه ليك طلع على قضاءنا المطاط اللي عم بينباع وينشرى من تحت الطاولة. لك واحدة قدرت تجند قوبة من الزبلاعية مشان يخطفوني وتجي هي بذات نفسها تقتلني. ما بدك ياني خلص العالم من شرورها؟ يا زعيم انت كبير وهي صغيرة. انت الخير بحد ذاته وهي الشر بحد ذاته.
لو كانت هي بدها تاخدك على شرورة وعلى سوادة، ولو كانت بدها تأذيك، انت اكبر واعلى من هيك وابهى من هيك. شوف حكمة رب العالمين زعيم، بالليلة اللي كنت انت فيها مقرر انك تفوت تقتلها بحبسها، هي هربت. هربت لانه رب العالمين ما بده يبليك فيها، بده اياك تضل سند لهالمساكين والدرويش اللي بيعاستك. عمي ابو طالب، وبالاذن منك يعني، انت بتلاقيها حلوة يقولوا الزعيم الكبير ابو طالب فات على الحبس لانه قتل حرمي؟ انت بتلاقيها لايقة؟ انت وقت بتطلب وبتأمر في مليون واحد بيفدوك بروحهم. وهلا بدي منك هالخدمة عمي ابو طالب، ورحمة الغوالي عندك، ما بدي حدا من العضوات يحس ولا يعرف انه انت كنت ناوي تقتلها، ولا انك كنت عرفان انها هي هربت. انت كبيرنا عمي ابو طالب، كبيرنا وزعيمنا، وهيك لازم تضل بعيون كل الخلايق. مو مشكلة يا طالب. ابو طالب شرف شرف عمي، تفضل، اهلا وسهلا فيك. شرف شرف خير. سمعت الشرح لك ابو طالب؟ شو؟ لمعات خانه وطلعت لساح عايشة، وبعد كل هاد قدرت تهرب من سجن الألعاب. وصلني الخبر، لذلك بعت وراك حتى نحكي بهالشيء. شو هالحكي يا ابو طالب؟ نعم. يعني انت معك خبر؟ نعم. انا رئيس مخفر، اضرب واطرح، ما بدرك غير لهلا. طيب طيب هدي انت، حصل خير؟ لك منين بده يجي الخير يا ابو طالب منين؟ اذا هالشيطانه ممكن تعمل بلبله بالحاره. لك اذا قائد الشرطه بذات نفسه طلب مني انشر عناصري بالحاره ليلا نهارا، تحسبا ما يصير شيء؟ اخي هدي هدي، هلا جايين الاضوات وبنحكي على رواق. ايه طالما الحلاق صار رفيقك يعني صرت بتقدر تتفتل بالحاره براحتك. نعم. إيه شو علي؟ يعني انا قصدي يا خانم، ليش لحتى رشدي عرض حاله للخطر؟ يعني هلا اكيد الشرطه عم يعملوا حساب الفايت وطالع على الحاره بعد خبر مهربك من الحبس. ايه يعني نضل ثلاثتنا هيك قاعدين عم نكش دبان لك سكينه؟ لك انا ما قصدي لا نقعد ولا نكش دبان، ليش ما نضب حالنا ونهرب على بيروت؟ سكينه انا ما بحب عيد وزيد وافتق بالكلام، قلت لك ما رح اطلع من هون لحتى صفي حساباتي. بامرك يا خانم. خلص سكينه، اتركي الخانم على راحتها. ماشي. وانت اسمع مني يا رشدي. قولي صغيرك يا خانم. إذا قدرت تلاقي لي حلمي وعدلي وتجرجر لي ياهم لهون، رح تحصل على شيء مني ما بتحلم فيه بحياتك لا أنت ولا سكينة. بالحيلة، بالدهاء، بالكذب، بأي شيء، المهم تقدر تجيب لي ياهم لهون. رح يصير يا خانم. رح أرجع عدلك الكلام، وهي حرمتك شاهدة، إذا بتنفذ لي هالطلب رح تحصل على شيء كتير كبير. أمرك أنت بتأمري أمر يا خانو، وحياة راسك على الغالي لجيب لك ياهو لعندك صاغرين زليلين. عرفتوا بقى يا أخوان شو مسببات شلشتي من لما رجعت لهلا؟ عرفنا يا أبو طالب، عرفنا. بس سبحان الله يا شيخ بلال، المؤمن قلبه دليله، اقسم بالله من البدايه حاسس انه هي وراء الفعايل، وما هدي قلبي لحتى عرفت. وانا ما حبيت ادخلكم كبريه حاره، ولا حبيت ادخل الحاره كلياتها، ولا اهليتي، ولا حتى المغفر، لانه الشغله بيني وبينها. يعلم الله. مزبوط. اعوذ بالله من هيك حرمه، لا بتعرف لا حلال ولا حرام. الله يصلحنا ويدفع البلاء عنا يا رب. امين. من يوم يومك كبير فطين يا قطان. المهم أنا حبيت حطكم بصورة الوضع يا أبو راشد، مشان نتحسب بس لشي موقف من هالمكيودة هي، ومو خوف منها، أقسم بذات الله إذا بلقطها هلا، لا أمسع رقبتها مصاح، بس أنا عم بتحسب كمان إنه ما تنال ظفر من أهالي الحارة. فشلت يا أبو طالب، ونحن رح نكون إلها بالمرصاد، وهي عناصرنا منتشرين بالحارة ليلاً نهاراً. يا ريت يا مندوح أفندي، يا ريت. يا لطيف يا لطيف يا لطيف على هالسمعه، يا لطيف ولي على هالسمعه. لك شو بكون خايفين؟ ما قلت لكم الشرطه مبحوثين لانه لمعات هربانه من السجن؟ لك اخي مو على اساس عدموها لهلا مقوصه. ايه لك ابن حمي، مو على اساس عدموها لهلا مقوصه وطلعت مثل القطاط بسبع ارواح. الله لا يوفقها، الله لا يوفقها. هلا على كل اللي نحملوا حالكم روحوا على البيت، سكروا الباب مني، اقعدوا جوا بلا ما تعمل لها شي تفنجه بالحاره. ايوه لا ايوه، شو تعمل لها شي تفنجه؟ ايه الزهار، اول ما نوصل على البيت بتقفلي الباب منيح بلا ما تعمل لها شي تفنجه. ايه حاضر على عيني شرب. تفضلي. هلا صار تفضلي. لك يضرب حظي. ايه يضرب حظها. شرب. يلا السلام عليكم. وقفيلي.
الله لا يسلم فيك ولا عظمي، الله لا يوفقك على هالمسواق. منين جبتي لنا اياه؟ لسا في شي ناقص يا عمو؟ لا تقبريني، الله يسلم هالايدين. هاتي حبيبتي يسلموا هالايدين، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ها اجا ابوكم. يقبر قلبي، ان شاء الله يكون اجا معه طلال. اكيد رح يكون جاي معه طلال. عقبال ما نشوف جوزك فايت تعشى هون. ما بحبه لهالمزح، انت ما بتعرفي. خلص امي، بس انت وياها بلا هالسيره. معي طلال. شرف عمي شرف. يلا يلا. اهلين يا بي، مساء الخير. مساء الخير. واصلي يا بي، واصلي واصلي واصلي. الله يرضى عليكم جميعا، شرفوا. تفضل يا بي. حضرت لك اسماء العلاج بحاجه مساعده مثل ما طلبت منك. ماشي يا بي ماشي، شرف. تفضل تفضل. يا ميت اهلين وسهلين. يا الله يا الله. يلا يلا قولوا بسم الله. يلا تفضل يا بي. تفضلي مرت عمي. الله يسلم هالايدين. خير تقبرني شوفي؟ مال الشام، الله يرضى عليك يا بنتي، أجلي رجعتك على بيتك شي أسبوعين ثلاثة شهر. ليش يا أبي؟ مو جنابك أمرتني إني روح على بيتنا؟ خير؟ لمعات طلعت عايشة، والليلة هربت من الحبس. شو عم تحكي أبو طالب؟ والله قلبي كان حاسسني إنها عايشة وإنه هي ورا خطيفتك. إحساسك محله يا بنتي، لذلك يا جماعة هالكم يوم ديروا بالكم على حالكم، على الأقل مشان ما تعمل شي كيني معنا. بتعملها هالبنت الحرام؟ شان هيك لا تطلعوا ولا تفوتوا لبين ما يكرمشوها الشرطة. أمرك بلاها بفرمشوا قوية. شفتي كيف ظني كان بمحله؟ مزبوط يا عمي. والله مريم عملت العمايل لحتى تعرف إذا لمعات عايشة ولا لا. طيب كيف بيأكدوا لي بالقصر العدلي وبسجن القلعة إنه تنفذ فيها حكم الإعدام وهي لساتها عايشة؟ ما فهمت يا بي، مين أكد لي؟ يا بي أنا بمدة غيابك كان حاسسني قلبي إنه هي ورا خطيفتك، فرحت على القصر العدلي وسجن القلعة واثنيناتهم أكدوا لي إنه تنفذ فيها الحكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صدقتني لما قلت لك عن الفساد اللي بالقضاء وبعناصر السجن؟ سمعت عمي، سمعت، سمعت وشفت بعيني كمان. ليش جنابك كمان سألت عنه وقالوا لك نفس الشيء؟ إيه يا بي. يا بي أنا حتى مشان أتأكد إنه ماتت، رحت على مقبرة بيت المحتسب وهنيك شفت بعيني الشهادة اللي مكتوب عليها اسمها. شو؟ مثل ما سمعت يا بي. انت بذات نفسك رحتي وتاكدتي انه هذا اسمها؟ اي نعم، حتى صالحه كانت معي يوميتها. لحم لك حتى قدروا يلعبوا بالمقبره. وين ابو طالب؟ وين يا بي؟ يا بي بس كل لقمه اول. يا ربيت هالحرمه مثل القطاط وسبع ارواح. لك كيف زوروا موتها؟ كيف؟ لك كيف بيتركوها عايشه؟ لتقوم تعمل شيء مو منيح. يا ربي عدوا مامي عدوا، كملوا اكلكم عدوا. مش عاد لنا نفس يا عمو. لا حول ولا قوة إلا بالله على السيرة.